أرحكاكم الليلة هنعمل أحلى بيتزا طرية وإسفنجية وما هتفشل معاكم أبدا أبدا. وصير في الدقيق أنا بحتاج بستعمل strong white bread flour وثلاثة كوبايات منه لأنه مقدار صغير. وبعد كده بديها نكهة نص ملعقة صغيرة من المحلب المطحون وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من البيكنج باودر ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح ملعقتين كبار من الزيت وبفركهم كده سويا. وبعد كده الموية بضيفها تدريجيا بتكون دافية بحرارة الجسم. أول كوباية بضيفها وبخلط وبعد كده بضيف النص كوباية وما تضيفوا أكتر من كده بقلبها. حتكون في الأول شوية معاكم يعني ملزقة لكن بس يعني بقلبها لحد ما بتمسك معايا بتبقى زي العجينة اللينة يعني كده زي اللبانة. بدهن الصحن شوية بالزيت ومن فوق برضو بتهنى بالزيت. وحاجة اتعلمت انه انا برضو بضرب كده شوية بايديني العجينة عشان اخليها كده ترتاح وتخمر لمدة ساعة. الصوص ملعقة كبيرة من الصلصة وملعقة كبيرة من الكاتشب وضفت له ملح وممكن في الحتة دي تضيفوا الاوريجانو. بعد ما خمرت انا فرغت الهواء بتاعه وابتديت اقطعها لكور صغيرة جدا جدا وبخليها برضو مرة اخرى ترتاح. وبعد كده بجيب الكوباية بضغط عليها عشان اعمل المساحة عشان اخد فيها الصوص. بتهنى بالصوص والجبنة الموزاريلا المبشورة بخدها من تحت والحشوة يعني اختياري انا هنا عملتها الزيتون والحلبينيو. زمان كنا برضو بنخد يعني زي ما بقولوا بواقي التلاجة بصرمة لحمة مفرومة. هنا انا برضو ضفت شوية اوريجانو من فوق وكنت في الاخر برضو دهنت شوية من الجنبات بالزيت. دخلت الفرن الحامي درجة حرارة 200 وان شاء الله تعجبكم الوصفة تطلع